شباب انا الان رجعت لكم من جديد، في اخبار حلوه وفي اخبار مو حلوه ابدا. الاخبار الحلوه انه ما انسرقنا وما حد كاشفنا ابدا في هذا المكان، هذا شيء جدا اسطوري. ولكن الخبر اللي مو حلو يا جماعه الخير، حوريكم راح اطلع لبرا اوريكم الان. هين بس هذه براسي الان، خليني اخذ هذه لان لازم اجمع اغراض برا. او ماي جاد وربي في خبر مو حلو ابدا يا جماعه الخير، خليني اطلع اوريكم الان. ما راح اخذ اي سلاح معي ابدا لان انا مو داخل اشتبك. خليني بس اخذ كذا كروس بو مدري عشان اخوف الحيوانات يعني. ما توقعت كذا يصير، بس يلا ما علينا. تعال تعال نشوف. تعال اذا كان في عندك صوره يا عزيز وفي كتابات على هذه الصوره، ولكن انت ما ودك الكتابات تكون موجوده عليها، ودك انك تمسحها، الحل عندي وبسيط جدا. عندك موقع اسطوري بيسمح لك انك تسوي هذا الشيء. بكل اختصار راح تجيب صورتك راح تحطها في هذا المكان. على سبيل المثال انا هذه الصوره عجبتني جدا ولكن في تفاصيل انا ما احبها، راح اجي واحدد هذه الاماكن اللي انا ما اريدها اصلا. مثل ما شايفين هنا معانا بضغطه زر راح يمديك تمسح كل شيء انت ما تبيه يكون موجود على الصوره، عباره عن واتر مارك يعني. تمام، اختفت الان صوره، صارت احترافيه 10 مرات من مكان عليها من قبل يعني. على سبيل المثال صوره ثانيه، لقطه جدا انت حابها ولكن مو حلوه الكتابات اللي طالعه هنا. لذلك رح نجي ونشيل هذه الكتابات كذا بس سطر واحد، مع السلامه ريموف، رح ينمسح بالكامل بدون اي كتابات. شيء جدا خرافي، موقع رهيب جدا يا جماعه. فايش مستنيين؟ اذا حابين تستخدم، والله انا بمسح كل هذول يا جماعه. شوف شوف الان رح تلاحظون الان التفاصيل كلها راحت لي، انا ما احتاجها، باقي بس اني اضغط زر الداونلود واحمل الصوره مباشره. مثل ما شايفين الان راح تتحمل معي الصوره بدون هذه التفاصيل، صوره جدا نظيفه. الروابط كلها راح تكون موجوده بالوصف وباول تعليق. يا جماعه الخير انصحكم تجربوا هذا الموقع لانه جدا رهيب، وشفتوا امام عينكم ايش سوى. تعالوا اوريكم شويتين يا جماعه، صار لازم نسوي خطط بديله الان يا شباب، والله لازم نسوي خطط بديله، كذا ما عاد ينفع ابدا. اوكي شباب، هذا انا الان طلعت، تعالوا اوريكم ايش صار بالنسبه لبيتي اللي انا سرقته بالامس. تذكروا ذاك البيت ما غيره يعني، ما صار عليه اي شيء حرفيا، لا تقلقون يعني. البيت هذا لسه معي بالكامل، فما حد جا ريدني ولا شيء. ولكن شوف الحدث اللي ما عجبني ابدا، المشكله انه عندك اللارج اويل ريج هنا، فكل الناس تستهدف ذا المكان واحتمال كبير انه يصير في بناءات على هذه الجزيره. هذا الشيء اللي صار بالفعل يا جماعه، صار في عندنا مضايقه ثانيه من شخص اخر، انا ما اعرف من هذا الشخص، ولكن اتمنى انه يطلع الشخص تبع امس اللي جاني كذا كاونتر ريد يعني. هذا هو يا جماعه الخير، شايفين البيت هذا؟ اكتشفت انه في بيت مبني في هذا المكان، ما في غيره طبعا، لفيت المنطقه بالكامل، ما في غير ذا البيت يا حبيبي حل عني انت الان. يا الله يا الكريهين، لازم نخلص من هذا البيت باسرع وقت ممكن وما نطولها ابدا. الحقوا بعضنا يا اخي، وخر انت يا. شايفين يا جماعه الخير ايش باني ذا؟ ودي افحص البيت بس هذول مزعجين يا اخي، وخروا من هنا. تعال نفحص البيت كذا عن قرب شويتين. لاحظوا انا معانا كذا، عندك باب هنا حديدي، بعدين عندك هنا مطوره هاي كواليتي هذه، ولكن ما اتوقع في باب هاي كواليتي، اكيد هذه حديد وفي وراها باب حديد ودخلنا على كل البيت. بالنسبه لي هذا بس بابين يا جماعه، بس بابين فقط مو اكثر ولا اقل، وما في جراجات دور يمين يسار. طار الجراج دور يبين بشكل مو طبيعي، انا على العموم اني ما اشوف الان، اتمنى اني ما اكون مخطئ. ياب ما في جراج دور، اللوت الاساسي صاير هنا بهذه الغرفه بما انه مطورها يعني. فباب احتمال كبير يكون في باب هنا وخالصين، ما اتوقع في اكثر. انا معي سعر انا معي سعر باب يا جماعه، معي اربع ساتشل تذكرون بالامس انا خبيتهم لليوم الاسود اللي هو هذا اليوم الان. فاللي حسويه راح اروح باسرع وقت اجمع سيلفر ادوبهم يا جماعه، ونجي نسرق هذا البيت بسرعه جدا كبيره قبل لا صاحبها يدخل. اطير لكم يا برا المنطقه بالكامل، والله ما راح اخلي لكم يا ابدا عايشين. اي شخص يفكر يبني في هذا المكان راح يجني على نفسه حرفيا. ما ودك تجي تجمع مليون ساعه علشان بالاخير يطلع لك واحد يضربك هيد شوت ياخذ كل لوتك وانت تبقى بلا شيء، هو يكسب كل شيء عنك يعني. التعب هذا يروح بالفاضي، انا ما احبه ابدا هذه الفكره. طيب ادخل مكان للداخل بسرعه. يا سلام يا سلام يا سلام. اوكي جينا الى الحجر الان يا جماعه، والله لازم نركز الان بشكل مو طبيعي. خليني احط هذه هنا وخليني احط هذه هنا. فين هذا الصندوق؟ شوف هذا الصندوق شباب، راح نحط فيه كل الاغراض. كان معي سلفر من قبل ولا؟ كان معي سلفر من قبل صح؟ الا والله، اي والله كان معي من قبل، يكفي يكفي وزياده يكفي. اعطني 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 سلفر، ندوب سلفرات ندوب الحديد يا جماعه. اوه ماي جاد يكفي وربي يكفي، ما كنت ادري انه يكفي. اوكي اسمع، خلي 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 البس ملابسي شباب، ما تعرفون ايش بيصير فجأة. نجهز نفسنا من الان يعني. شوف الان كيف معي هذه، ناخذ السيمي تبعنا الان. او ماي جاد الافران كلها شغاله على السلفر مو طبيعي والله، ما يكفي لسه حتى يبي لسه افران، لازم اصنع افران لازم اصنع افران لسه والله. تعال هنا عندي ثلاث افران كمان، نحط واحده هنا واحده هنا. تمام ما يهمكم ابدا. اوكي شباب تم الان تشغيل الافران باقصى قدر ممكن، انا عندي شويه فحم، عندي شويه جن باودر، عندي كل شيء احتاجه، عندي حبل، عندي كلوث مره كثير، بس باقي اني اكرفت لبابين ايضا مو لباب واحد، لان انا عندي سعر باب. نحن لسه نحتاج بابين يعني، نعمل احتياطات ما تدري احتمال يطلع باب ورا باب ما تدرون. راح ناخذ معنا 8 ساتشل فقط، راح ارميهم اذا احتجت راح ارجع اخذ وارجع من جديد. تمام
يا رب ما نفشل بالمهمه دي. انا جدا قلق يا جماعه والله، انه فيني قلق بشكل مو طبيعي. ان شاء الله ننجح في ذي المهمه يا ربي. هذه احلى شيء، هذه خليها تضل مضويه لو سمحت، لا تطفي لي دي. المشكله تدرون وين ايضا؟ انا لازم اسرق هذا البيت، اامن على نفسي فيه واطلع. ترى ما كنت داخل العب يا جماعه، كنت داخل بس اشيك ايش جالس يصير. انا راح ارجع بالليل، اليوم سهرتي جدا طويله، راح اسهر للفجر. بالامس نمت الساعه 7 الصبح ترى، يعني اليوم راح انام ايضا شيء الساعه 7 الصبح. فلازم ضروري جدا اخلص من ذا البيت قبل ان ابدا بالمزرعه اليوم بالليل. هذا هو فكرتي يعني، بخلص من البيت الان. ابشر الان. اوه دوب السيلفر بسرعه، دوب السيلفر، خلص السيلفر دوبهم. او ماي جاد والله خلصوا تقريبا شباب، سريعين الافران كثير كانه. والله وسويناها من جديد، يو سويناها من جديد، والله سويناها من جديد. ليتس جو، الحين ينقصني بس فحم يعني، بس ما علينا، مو مشكله يلا ليتس جو. هات 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 كمباوند، هات 130 بس. ناقصني فحم مره كثير، ناقصني فحم، ارجوك ما فينا فحم. هنا ليش اصنع منه؟ وقف وقف وقف، اصنع منه، اصنع من دي، هذه اسرع بكثير. هذه قاعد تحط هذه هنا، الطاوله هذه ما جبناها على الفاضي بالنهايه يعني، تحط هذه هنا وتحط هذه هنا وطق. هذه الطاوله اسرع بكثير اتوقع، ما ادري ايش الفائده منها صراحه ما اعرف، ولكن اتوقع انها اسرع، مو متاكد والله. نايس وان، شوف شوف الطاوله محلاها يا رجل. الاجواء هنا انا اعشق هذه الاجواء. الفرن اللي خلص راح اخليه يبدا تدويب حديد يا شباب، لان ابي هذا عشان غرفه الافران بعدين، علشان بعدين اطور المزرعه عندي فل حديد تكون. خلصت الان طبعا، صار معنا 1000 جام باودر في هذا المكان، وهذا كمان 1000 جام باودر ثاني على الطريق الان. اللي يلعب هذه اللعبه حاول تركز اهم شيء على الفحم، اذا في حال دخلت على بيت حصلت معه 99000 سلفر لا تفرح بقدر انك تشوف فقط 10000 فحمه. ترى انا كذا والله انه مشكله، يمديك تجيب مليون سلفر برا في مليون، بس الفحم ما يمديك تجيبه ابدا، ما يمديك تجيبه. في لك مستودع مثل ذا يكون شغال 24 ساعه على الفحم عشان تطلع فحم، غير كذا ما يمديك. خلص البينكين الان معانا، تعالوا نصنع فيهم يا جماعه الخير مباشره. خلينا نحط هذه هنا، ليتس جو شباب، نصنع كمان اربع ساتشل. ليتس جو، صنعت اربع ساتشل شباب، اربع ساتشل ثانيين، مما يعني الان خلينا نوقف هنا، راح يخلصوا بسرعه الان مثل ما تلاحظون، صار صفر ثانيه. هذه صنعنا الان، صار معي سعر بابين، اوكي هذا الان بابين، لسه نبي باب يا جماعه، ما يكفي، لسه نبي باب واحد فقط على الاقل. اللي راح ناخذه معنا هو كذا يا جماعه الخير، اوكي راح ارجع بعدين طبعا، راح اخذ بس هذول الاثنين بالاول عشان نكتشف، بعدين راح نرجع. شاكم يا جماعه الخير، ننطلق ناخذ 8 ساتشل ونطلع نشوف الوضع برا، هل يا ترى مدينا ندخل على البيت بالثمانية ساتشل ولا لا؟ ليتس جو، رح نكتشف الان مع بعض، اوكي؟ اتوقع اني بطلع الان. ليتس جو شباب، فلننطلق، ما ادري اذا الدنيا صباح، ما ادري اذا الدنيا ليل، ما يهمني ابدا، انا ودي بس اروح واسوي اللي لازم اسويه، طبعا لازم انتبه كويس، والله اني خايف يطلع لي ناس من هنا. هل يكون احد جالس يراقبني يا جماعة ويكون ناطرني؟ هل الدنيا ليل؟ هل الدنيا صباح؟ ما عندي ادنى فكرة. الاغلب الدنيا ليل. اوه الدنيا ليل والله. بس كأنه الليل يطلع الصباح الان. تنسوي كراوش بسيط، سفينة جاية. او ماي جاد، السفينة من فين جت لها؟ مو وقت السفينة. هذا رح تفتح علينا باب كثير جدا بشع. لكن هو اللي بالسفينة مثلا او شيء. ما راح اختصرها يا جماعة، والله ما راح انتظر اكثر. واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. ليتس جو. بسرعة 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 بسرعة، أرجوك بسرعة. أرجوك بسرعة بسرعة بسرعة. كمل 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 واحدة كمل. لا 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 تطفي لا تطفي. وين طفت ذي؟ ما اشوف. وقت الطيارة الآن. بسرعة بسرعة. يلا يلا يرحم أمك يلا. الفجر خلصيني. جالسين ينزلون الطيارة. في حد جالس ينزل الطيارة. مفتوح كأنه ذا. ايش هذا؟ هذا ايش هذا؟ وات؟ ايش ذا البيت؟ دبل دور. كفو. كمل كمل. ليش معي ثلاثة؟ لسه معي اثنين هنا، اوكي اوكي. واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. لا تطفي يا أخي، أوه ماي جاد، يا إنه كريه. شوف شوف كله يطفي شاكل، والله ما في حظ. والله ما في حظ. جالس ينزل الطيارة هذا الشخص اللي شفناه باني القلعة يا جماعة. والله إنه جالس ينزلها. نزلها. أوه ماي جاد نزل الطيارة. هذا معه لوت الدنيا كلها بيكون اللي منزل الطيارة. ايش القصة اليوم؟ ايش في يا جماعة يطول مرة ذا؟ والله مو طبيعي والله. والله كيف كذا؟ لسه باقي وحدة. ارجوك فك التي سي ارجوك، شوف انا كيف محشور كذا بالزاوية. والله اني متوتر والله شباب. واخيرا تي سي هنا، يا والله تي سي هنا، مقفل على تي سي. بسرعة بسرعة بسرعة، تي سي تي سي لنا، إن شاء الله تي سي لنا. يلعن حظي.
مو طبيعي والله، مو طبيعي شباب. ايش ذا الريد؟ اسمع صوت برا والله. مع السلامة، سكرت البيت. اوه ماي جاد، سكرت البيت والله. ايش معك الان؟ اوه 1050 سكراب. كفو، هذا السكراب اللي كنت احتاجه. ليتس جو، والله كفو، والله كفو. ليتس جو، ليتس جو، ليتس جو. انجح عملية ريد بالتاريخ ذي انا اسميها الان. والله كفو. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد. ايش مع اللوت هذا؟ صاحب هذا البيت من هذا؟ طيب صاحب البيت هذا وينه؟ وين صاحب البيت ذا شباب؟ ليش مو موجود بالبيت يعني؟ شفت كان تراب احتاجه والله. والله شيء غريب يا جماعة، والله ذا البيت غريب مرة. سكراب بحر واشياء بحر، بس وين؟ ما ادري من صاحب هذا البيت بالنهايه، ما عرفت. ليكون برا البيت يعني مو موجود. شباب احس انه باني جديد جدا، باني رايح على الاويل ريج 100% جاب هذه الاغراض. طبعا راح احمي البيت شباب، طبعا تتوقعون يعني لازم ولا بد انه مسكر على البيت الان بشكل كامل. عطني كمان باب ثاني. طبعا انا ما يمديني اطلع برا البيت، ما راح اسوي نفس الغلط سويته المره الماضيه. 100% راح يكون في مكمبرين برا 100% شباب، انا هذا الشيء واثق منه ومتاكد، فلذلك رح نطلع بدون اي شيء. مستحيل هذا البيت بالكامل، والله اني افكر وين رايح هذا البني ادم ما يخطر ببالي شيء شباب، بس اذا التي سي كذا مكشوفه فلا تحلم يكون في شيء. دون اي شباب رح نختصر، انا رح اخذ كل الاغراض ورح امشي بسرعه. سوينا العمليه بشكل جدا اسطوري وربي اني مبسوط كثير يا جماعه الخير، كذا نخلص من هذول الدخلاء اللي انت ما تعرف من فين يطلعوا لك الان. هنا عندك احتراف السرقات يا حبيبي، اسال الخبير ولا تسال مجرب. ايزي يا حبيبي ايزي. مشينا الان شباب مشينا، ليتس جو ليتس جو ليتس جو يا حبيبي ليتس جو. لسه باقي معي يا جماعه الخير سعر باب ونص، والله ناس، واقدر اصنع يعني معي سعر بابين ايضا، اي واحد يجي المنطقه وربي يديني خبز على طول الان، ما في مزح. بالله شباب شايفين الفحم؟ ما شاء الله يا حبيبي، والحديد، الحديد ما اكلمكم عن الحديد. ما شاء الله عن الحديد، بيتي صار محمي 26 يوم. والسلام عليكم يا جماعه الخير، رجعت لكم بعد غياب 4 إلى 5 ساعات ما ادري الصراحه يعني، الان ساعتي 12 ونص بالليل يعني. اللي راح نسويه الان يا جماعه الخير بكل اختصار انه راح اخذ السكراب مثل ما وعدتكم، وراح احاول اروح اني اشتري كل الاغراض اللي لازمتني علشان المزرعه، واحاول اتعلمها بذات الوقت يا جماعه. ولكن المخاوف راح تكون انه ما حد يصيدني انا ومعي هذه الألف سكراب، لان راح يكون في مشكله جدا كبيره اذا صارت هذا الموضوع يا جماعه. والله انه مرعب نوعا ما، رعب. وليتس جو، راح نطلع الان. 1000 سكراب يكفيني وزياده، اجيب كل شيء احتاجه حرفيا. وديني نهار برا، كفو والله. راح اخذ الحصان هنا الان معاي وراح امشي فيه بسرعه. ما اعرف من اللي حاط احصن هنا. اوه ماي جاد، القلعه اللي صايره هناك، شايفين ذيك القلعه يا جماعه؟ هذاك هو اللي نزل الطياره. اح، هذا السيف زون. توي الان دخلت السيف زون، والله يا جماعه وصلنا. بل والله غريب كثير والله طلع. تعالوا نكتشف يا جماعه الخير، تعالوا 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 معنا. اوكي جاهزين، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ايش هذا؟ هذا فتح شوب، هذا اللي تحت يبيع سمي 115 سكراب، اوكي ما نبي، ما يهمني كثير يعني. هذا ايش يبيع؟ هذا يبيع ساتشل الجراج، انا اخذته منه بالامس طبعا، ما عنده سمي. الباقي الاشياء اوكي ايزي جدا. اللي بعده الان، هذا ايش يبيع الان؟ هذا لسه نفس اغراضه، لسه ما اختلف شيء. ولكن هذا يبيع تومبسون، اوكي مع طلق التومبسون مع بولتي مع ابره. والله اتوقع اني احتاج الابره يا جماعه عشان اتعلمها واصنع منها. ف ليتس جو نشتري حبه ابره، ضروري الابره لازمتي يعني. الابره ولا بد. وهنا عندنا شوب هنا كمان 125 سعر اوه ماي جاد، يا الاسعار المغريه. اوه ماي جاد، راح من ذا من ذا؟ يو مان مان، روح لمكانك. لا اعطيك واحده الان. ايش معه هذا؟ ما معه شيء والله هذا. اوكي طيب، راح نروح لبعض الاغراض الان، نشتري الاغراض هنا. ايش تبي يا حبيبي؟ وخر من هنا شباب، انا بنجلط الان. فين الباعي يا اخي؟ معقول مسكر بابه يعني الان؟ هذا هو هنا، الله ياخذ وجهك، صار ساعتين ادور عليك. واحد كومبوستر ما نبي، لا ابي واحده من ذي. اعطيني واحده من هذه كمان ضروري جدا، اعطيني واحده من ذي، واعطيني واحده من ذي، واعطني واحده من ذي، واعطني واحد مصباح كمان. اوه نايس، 765 سكراب باقي معي. اوكي خليني اتعلم الابره كمان، صايره وصايره يا جماعه، لازم اتعلم الابره، كذا بكون خلصت منها من الان يعني، وفرت على نفسي وقت جدا كبير. صراحه خساره ما في احد جالس يبيع مولوتوف، كان ودي اشتري حبه ضروري جدا، هذه كانت عشان التي سي. ما في حد جالس يبيع، والله شيء جدا غريب. لازم الان يا جماعه نتوجه الى الاوت بوست، مع انه الدنيا الليل ما ودي، بس يلا ايش نسوي، ما عندنا حل ثاني. اوكي واخيرا سلام عليكم يا الاوت بوست، هل من احد هنا يسمعني؟ سلام عليكم. يا الله يا جماعه الخير، هنا عندنا ريسيرش تيبل ايزي كثير والله، بس خليني ادور على الاغراض. اوه ريسايكلات صايرين هنا والله، تجلس وتعمل ريسايكل، نايس. اوكي شباب وصلنا واخيرا، تمام. لازمني اشتري واحده من ذي، بشتريها الان فورا. ايش لازمني كمان؟ لازمني 200 سكراب سعرها، يا ظالمين، يخرب بيتكم، والله غالي والله، مو سيء مو سهل يعني. هذول الاثنين الان نتعلمهم، انا هذول كلهم متعلمهم، وهذا شخص ما ادري ايش جاي يسوي في ذا المكان يا جماعه. ايش معه ورا ظهره الان؟ اوه نايس والله، بايثون معاه، اوكي حركات والله. طيب حط لايك، حط لايك للمقطع، حط لايك للمقطع يا عزيز، شوف شوف يسوي لك حط لايك،
حط لايك حط لايك يا ولد حط لايك. كفو كفو. اوه ثانك يو ثانك يو. ما اتفقت معه ابدا يا جماعه، لا احد يحسب يعني. كان دو ات اجين بليز، دو ات اجين. في واحد بالطياره هنا شايف مثل ما شايفين، راح على نفس الجزيره اللي انا ساكن فيها. هذا راح على نفس الجزيره اللي انا ساكن فيها 100%. شايفين؟ نزل هناك وربي نزل هناك. اوكي عرفنا في شخص ساكن هناك شباب. اوكي وصلنا على الجزيره الان، احنا في امان تقريبا. خلينا نروح نفضي لوتي تحت، بعدين نطلع نشوف هذاك ايش وضعه هناك. راح اروح استكشف الجزيره يا جماعه الخير. السلام عليكم. ليتس جو يا مدير، ليتس جو. ليتس جو يا حبيبي، ليتس جو. اوكي شباب، نحن الان جينا من جديد الى هذا المكان، حلوين كثير. خلينا نحط كل شيء بدينا نحط علينا هنا. اوكي طيب ليتس جو نطلع بسرعه نشوف هذاك ايش وضعه الان هناك. طيب شباب انا الان طلعت من هنا وراح اتوجه مباشره الى الجزيره اللي امامي عشان اكتشف هنا ايش في جدار عندنا الان. لكن ايش هذاك؟ هذاك ايش جالس يلمع هذاك؟ جالس يحرق بيت شباب، جالس يريد بيت. والله جالس يريد بيت، شايفين؟ جالس يريد بيت والله. اوه ماي جاد ما معي سلاح المشكله. يو لو معي سلاح وربي كنت استلمته ايزي والله. بس ما معي سلاح، لو معي السمي والله كنت. هذا بيته، هذا بيته والله. والله هذا بيته شباب. باني في ذا المكان. شايفين الطيارة؟ هذه هي الطيارة. يو باني هنا والله ايزي ريدو ذا. والله مرة ايزي اريدو ذا. ماي جاد. دخل. معي سلاح، معي سلاح. اح. 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 بياخذ الطائرة اتوقع. اح. ورب الله. اح. ما طلق اكسبلوزيف. بس لا يعين لهنا. هذا يضوي باتجاه شعر كلوب شباب. اسمه ده؟ ديوتي اسمه، اوكي جالس يريد بهذه، تمام تمام ايزي. جبت العيد شباب، ايش اسوي؟ ما معي شيء، انا كان ودي اعرف بس ايش اسمه يعني لهذا. هذا هو البيت. البيت ايش ذا البيت؟ رياد الدي سي اتوقع. الا والله كويس انا عرفت هذا وين بيته، كويس وربي انه مره كويس. هذا الكلام جدا يعجبني شباب، والله اني مبسوط كثير وربي. مكالو على البيت يا مكالو، معاه طلق اكسبلوزف. منين جايب طلق الاكسبلوزف يا ولد؟ والله لا تشوف والله. بيتي صاير هنا انا. السلام عليكم يا الكهف العجيب، السلام عليكم يا كهف الاحلام. ليتس جو، راح ابدا بالتصنيع مباشره اجل. راح نبدا بالتصنيع مباشره عشان ما راح اضيع فيها وقت ابدا. انا يا جماعه راح اصنع موارد علشان اروح اسرق هذاك، ولكن ما لازم هذاك يكون اونلاين، فاهمين علي يعني؟ راح اصنع لبعد بضع ساعات فقط، اوكي؟ احتاج اسوي حساب تقريبا يا جماعه ثلاث ابواب على الاقل، ثلاثة ابواب اظن ايزي يعني نوعا ما. يمديني ادخل بالثلاث ابواب الله اعلم. ستة ساتشل يا ولد. مو عاد عندي، اوكي او بالضبط والله، باقي لي حبة بينكن. يو على حبة بينكن تستهبل والله حرام، ما عندك كذا يمين يسار جن باودر هنا؟ اوكي اصلا حلوين اصلا، هي صار معي او ماي جاد شباب، انا كذا بدعت والله اني كذا بدعت. ثلاث ابواب بالضبط، ايش تحتاج اكثر؟ ثلاث ابواب هذا هو اللي تحتاج انت الان. تدرون ايش احتاج؟ انه بس هذاك يطلع برا. انا راح اتكتكها شويتين ما عليكم. شباب ايش رايكم الان ننتقل فورا ونحاول نسرق هذاك الشخص اذا كان اونلاين ولا ما كان اونلاين ما يهمني. تدرون ايش؟ انا قررت الان امشي كذا على الماشي يعني الان. اربع ساتشل، تعال ناخذ معنا كل الساتشلات، نعمل حسابنا للثلاثه ابواب، وايضا ناخذ معنا واحد جاك هامر. فين الجاك هامر تبعي؟ خليني اخذ جاك هامر الصالح الان. ما ادري ايش بيصير معي هناك يا شباب، والله اني ما ادري ابدا. ناخذ معنا ذا الطلق بالكامل، حلو كثير. هذا الان ناخذه كله معانا. اي صح كنت بسوي شغله. خليني بس بالاول نصنع، ما معي ابر. دخلنا نصنع ابر شباب، لازم نصنع ابر والله. مع راح اصنع باب كمان. اي نعم انا كذا يا جماعه مجنون، اسوي احتياطاتي دائما وابدا. الحلقه هذه عباره عن سرقه الناس المحيطين يا جماعه، والله ما حد راح يسلم مني. والله ما حد راح يسلم مني، خاصه هذا يا رب يطلع معه سي 4، يطلع معه اشياء كذا. يعني متوتر والله، اني توترت وربي اني متوتر الان. يا رب يطلع البيت مستاهل كمان بالنهايه. راح نشوف شباب، بسم الله. اغطس مكالو اغطس. يلا مشينا يا جماعه مشينا. يا ريت معي تبع الرجل هذيك السريعه بس ما عندي اياها والله. ما يطلعنا الا قرش الان، وربي القرش اذا طلع لي الان راح يجلدني جلد شباب. ايش هذا اللي تحت المي شباب؟ بل ايش اللي تحت الارض؟ هذه صخره ولا ايش؟ والله اني بدات ارتعب يا ولد، تشبه سلحفه كبيره دي. بالله عليك شباب مو هذه يدها. ايش ذي تحت الارض؟ والله ما ادري والله. يو والله بالله والله ترعبني ذي شباب. كله صندوق واحد شباب. لو اي سمك قرش. لا 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 قرش. لا لا لا
لا يا شباب لا لازم نطلع لازم نطلع لا 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 كذا ما اتفقنا كذا اوح جاي عضني جالس يعضني ولك القرش جالس يعضني لا لا القرش جالس يعضني كل 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 نزل هذه مراسة راح اموت راح اموت اطلع اطلع بسرعه اطلع القرش جالس يعضني شباب ولك القرش جالس يعضني لا متت من القرش متت من القرش يا لعنة من الغباء مت من القرش الله ياخذ وجهك يا القرش المعفن مت من القرش شباب اجد الغباء عندي عندي هنا اوه ماي جاد يا الغباء لا لا بغرق 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 بس بسرعه اعطني اعطني لوت اعطني لوت اطفر اطفر مكان اوه ماي جاد جاني من جديد يا اخي كذب يا اخي يا شباب اقسم بالله فيني قهر بشكل مو طبيعي شو ممكن اخلص من هذا القرش لازم اذبح هذا القرش لازم اذبح والله اخ اخ والله ودي ابكي شباب ما ادري ايش اسوي والله والله ما ادري كل ذي المسافه اللي عديتها على الفاضي ولك ايش اسوي مع ذا القرش والله ما اعرف بالله ما توترتوا مثلي بالله شباب مو كارهين اللحظه الان مثلي رايح اريد اني احب معي اغراض مو اخذ القرش الان ولك القرش ما يرسمن على الا سطح المي الغميق شلون رسم القرش في مخي الان والله والله شباب انا جنيت على نفسي انا قلت تخيل القرش يهجم عليك في ذي المنطقه مو الا جاني في وجه القرش ما يمديني اطلق من تحت المي ما يمديني بس يمديني اضربه كذا من تحت المي يمديني يب يمديني يمديني خليني احاول اضربه في ذي ذهبته هاي كواليتي مطوره ما كان هاي كواليتي بالليل اجل جي جي يا جماعه هذا يلعب والله هذا يلعب هذا موجود 100% الان موجود والله انه ذا موجود يلعب شباب لا والله هذا امشي امشي بسرعه اطلع برا اطلع برا اطلع برا طلعوني من هنا ارجوكم طلعوني طلعوني من الكابوس طلعوني دخلت كابوس والله دخلت كابوس هذا الطريق مرعب هذا الطريق والله هذا الطريق مرعب في قرش ولا تشوف لا تشوف خلاص امشي امشي اطلع 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 لا ياخذ وجهك اطلع ما خسرت شيء صح؟ لا ما خسرت شيء اوكي شباب انا لازم اسرق بسرعه هذا البني ادم وامشي من هذا المكان بس ما يكون حاط دور هاي كواليتي لان انا شايف هاي كواليتي من اوه ماي جاد ايش ذا؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخرب بيتك ايش مسوي هنا؟ والله ذا يلعب شباب مع اشياء كثيره مره ذا واو هذا مستحيل تخش عليه ذا مستحيل تخش عليه كله هاي كواليتي من فين جايب هاي كواليتي؟ لانه ساكن هنا يجيب الهاي كواليتي من هنا شباب يجيبها من ذي الاداه بس على الفاضي تدرون على الفاضي؟ تعالوا اثبت لكم كيف على الفاضي لان بس تطوير على الفاضي يعني نسوي انه نطور الحياه يعني طيب تعال تعال هنا 2 3 3 4 شايفين ذي الاداه شباب هذه يجيبها من هنا من هنا مباشره هذه تعطيك هاي كواليتي بالهبل او فيول او شيء هي تعطيك الباقي اتوقع بيتي مفتوح ذا ما في كراجات دور ليتس جو ليتس جو واحد والله محصنه ألف والله والله في مليون باب شباب والله اي والله في مليون باب يا ساتر يخرب بيت البيت اطفر الان نجمع هنا الان على السريع في هنا شيء بسرعه بسرعه ارجوك بسرعه افتح 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 بسرعه اكيد في باب ثاني مباشره اوه ماي جاد باب هاي كواليتي باب هاي كواليتي وفي طياره لا هذه طياره الدروب هذه ما بضيع وقت شباب اتوقع ما بضيع وقت هذا صعب جدا هذا صعب لان اكيد حاط ابواب ثانيه هاي كواليتي اكيد 100% حاط ابواب ثانيه طالما متعلمها فهو 100% حاطها المشكله انه بيته راح يطلع فيه فل لوت البيت هذا هو تفوت على كل اللوت يمكن صدقوني شباب الباقي كله فيك والله البيت كان صغير والله هذا كله فيك ما في غير هاي كواليتي دور واحد حبيبي روح فكه صباح الخير يا جماعه الخير توني طالع من هنا والله بصير اخذ الطريق الان هنا الساعة 4 الفجر بكون دخلت على البيت باذن الله. على 4 الفجر ايزي بكون دخلنا عليه. جات تجمع هذه الحبات الصغيرة شباب كلها تفي بالغرض ترى كلها 100 100 100 100 ف 100 على 100 بتسوي الموسيقى العالمية. خلينا ناخذ الفحم اشوف كم فحم طلعنا الان شباب. اوكي نايس 1. انا ما اتوقع انه راح ينقصني فحم من هنا للسنة. نايس يا الفحمات وربي مره حلوين الفحمات شوف الفحم شباب شوف الفحم شوف ما شاء الله ما شاء الله اه يا رب يا رب كلامي يطلع صح يا ربي 11 ساتشل 11 ساتشل ارمي كذا واحده اثنتين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه 10 11 شباب راح نصنع الان عدد 8 ساتشل ثانيين هذا كل اللي انا احتاجه الان ليتس جو يا مدير ليتس جو انا صرت جاهز شباب الان صرت فل جاهز الان احنا نحتاج 11 على باب واحد كذا نحتاج حرفين كذا يلا يا جماعه الخير مشينا مشينا يا جماعه الخير لمعركه الاحلام مشينا يا رب يا كريم اوكي اهم شيء اني لا امرق من عند القرش الكريه ذا اللي قبل شوي ذبحني من هنا فراح امشي من ذا الطريق وراح اروح مباشره لهنا يعني ما اتوقع هنا في قرش او شيء
ليتس جو شباب ليتس جو. ياب هنا ما اتوقع في قرش، اتمنى والله لو طلع في قرش شباب بدرزه في ذي على طول بجلده. صاحب البيت حيرجع ولا انا ما وصلت؟ ما حط الباب، ما رجع لسه، مو داخل، مو حاط الباب. حلو حلو حلو، كلام جميل، كلام رقم من الجميل. خليني اطلع على بيته شويتين شباب نشيك الوضع. هه مفتوح صح؟ مغلق. وات شلون خالقه؟ او شي جبت العيد يا والله، لازم ارمي ال11. اوكي بسم الله، واحد اثنين ثلاثة عشرة 11 بول. ان شاء الله ما يطفو بس شباب، اتمنى انه ما يطفو الان. كفو، ايش دي السرعه؟ وات وات، لسه معدلين عليها ولا ايش؟ لسه باقي، شلون كذا؟ والله كذب شباب. واحد اثنين ثلاثه، شلون كذا؟ وات معدلين عليها يعني ولا ايش؟ والله 11 بس كانت معدلينها. اوه ماي جاد معدلينها، الله يخرب بيتكم. في باب ثاني، اذا في انا بنسحب. اوه ماي جاد، هذا الباب الاساسي اتوقع. لا يا عيال لا، بس ما كان 11، مستحيل اكرفت مره ثانيه. والله معلش والله شباب، والله معلش والله، والله معلش والله. ايش ده؟ شباب انا الان جمعت 2000 3800 سلفر، طبعا ما راح يكفي ابدا ابدا ابدا. راح اروح اعمل بحوثاتي بعد ما ادوب هذول، طبعا اروح اشوف كم صاير يحتاج عشان ادمر الباب الهاي كواليتي، لان حسيت انه يعني ادمر الحيط صار قريب جدا اني اوصل للحيط انا بدل ما ادمر هذا. اوكي ليتس جو ليتس جو، وصلنا الان. ليتس جو ليتس جو. اوف طولت على البيت انا، طولت على البيت شويتين ما اخبي عليكم. او ماي جاد الموارد، او ماي جاد، تفضلكم من الان. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما ضل معي خشب، ما شاء الله ما شاء الله. خلاص كذا، شايفين هذول الافران كلهم على السلفر، كلهم شوف الان كلهم على السلفر كلهم. يا جماعه الخير انا الان شفت كم حبه يحتاج، تخيلوا معانا ما كان يحتاج 11، يحتاج 15 حبه ساتشل، 15 حبه يا ظالمين، كانت بس 11 وحده. يا الله تذكرون المقطع هذاك لما كنت ادخل على باب 11. الساعه الان 4:18 يا جماعه، ان شاء الله الساعه 5 الفجر. بالله يعني شفتوا اتعس واحد مني يا جماعه كذا، باني له بيت داخل كهف، جالس يصرخ بيوت الناس في داخل لعبه. والله ما في اتعس من حياتي انا يا شباب، والله انه ما في. يا اخي انا اتضايق، كم مره اخبرك اني اتضايق لما تكون طافيه؟ انا اتضايق، انا اتضايق. ضويل ذي لا تطفى، ذي هذه لا تطفى. اعطني كمان ثلاثه، يا ساتر يا ساتر كم اني كرفتت. انا الان جاهز للرحله الثانيه شباب، انا مو مصدق والله، والله اني مو مصدق. اوكي 4:30 الفجر، انا مو مصدق 18 حبه، يا الله 18، انتم مستوعبين 18 شباب؟ يعني هذه صارت بابين، هذه الان شايفين اربع ابواب زائد حبتين، اربع ابواب زائد حبتين، مقابل انت راح تكسر باب واحد الان. اكسر كمان هذاك الباب عشان نشوف ايش في ورا، مع العلم انه مستحيل مستحيل ايش؟ مستحيل يكون في مثلا باب هاي كواليتي فورا للداخل، اكيد في ابواب حديد جوا عنده مو بدلها، اكيد 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 في عنده ابواب حديد اكيد. سريع 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 سريع. اوكي ليتس جو، واخيرا وصلنا. اوف نزل الدروب هنا، هذا ثاني مره بينزل الدروب في نفس المكان. او ماي جاد نزل واحد ثاني، وات واحد ثالث، من اللي طالب كلهم هناك؟ اوكي خليك ملتهي فيهم كذا، كويس مره ترى هذه لصالحي هذه. خليني اروح اسرق بسرعه عشان لا يجي. شوف 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 كم دروب نازل، شوف 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 صاحب البيت اللي هناك طالبهم، ممتاز جدا هذه لصالحي والله، انه هذه بيرفكت يا جماعه. بس ما جاء الاخ الحبيب الان، وهذه كيف برميهم الان؟ يو صعب كيف برميهم الان؟ واحد يا الله كذا صعب مره يا جماعه، والله اكره ذي الان، وتطفى كمان. ما عندي غير ذا الحل، ارمي اثنين مع بعض انفجروا. لا 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 اوح والله اخاف، والله اخاف ما بسويها. خلاص حبه حبه، ايش ورانا؟ بدري بدري والله بدري، والله ترفز شباب. اخر حبة اخر حبة اخر حبة، انفجر انفجر ارجوكي بسرعة. ها
ماي جاد تاري 3 كراج دور في صندوقنا شباب. ما مداني افتح الصندوق. لا راح ورا. او شيت راح ورا الصندوق يلعن ام الغباء. شباب يبي له 9 ساتشل عشان تكسر جراج دور. 9 ساتشل اوكي؟ فانا معي 3 ناقصني 6. والله انه هذاك الدروب شباب. والله بس ابي طلقه اكسبلوزيف ارجوك يا ربي. ارجوك يا ربي بس طلقه اكسبلوزيف في نص ذا الليل. يا ربي بس اعطيني طلقه اكسبلوزيف. والله اني ما احتاج اي شيء ثاني والله. يا رب طلقه اكسبلوزيف. نانسي فور. او ماي جاد. هذه هي. نانسي فور. ليتس جو يا حبيبي ليتس جو. فرجت والله اني فرجت. شباب حاب اخبركم اني وصلت الى خلاصه ولازم نشتغل فيها بسرعه شديده جدا تمام؟ انتم ملاحظين في شيء غريب بهذا المقطع انه الى الان وصلنا لهذه الدقيقه من المقطع. اول شيء شكرا جدا لكم لانكم وصلتوا لهذه الدقيقه يعني اقدر جدا هذا الشيء يا جماعه وربي انكم اساطير خذوا ذي من عندي الان لكم يعني. فشيء ثاني انه شيء غريب اني ما رسمت لوحه ولكن ما عليكم انا رسمت لوحه 3 2 1 لوحة العمليات يا مام كالو. ايش دي الارقام؟ ايش دي الخرابيط يا مام كالو؟ راح اشرح لكم يا جماعة الخير اوكي؟ لاحظوا معنا كويس يا جماعة، لاحظوا معنا كويس، تمام؟ حبة سي 4 بتدمج 440 على الجراج دور اللي دمه هو 600، مما يعني راح يبقى 160. مع العلم حبة سي 3 اللي هي الساتش اللي يعني سميتها سي 3 زمان كنت اقولها سي 3 بتدمج 70، تمام؟ نحن محتاجين 160، ف 70 ما راح تكفي، لازمنا 2 من ال 70، ايش يعني؟ يعني اذا في حال جمعنا ال 440 زائد ال 70 510 من 600 راح يكون برضه ما راح ينكسر، لازم حبتين من السي 3 عشان ينكسر، لازم 70 ضرب 2 يعني لازمني 140 عشان ادمج الباب ويطق معانا الطقه مو طبيعيه، تمام؟ هذه الفكره. واحد سي 4 و 3 ساتشل، كذا راح اسوي بدون طلق اكسبلوزيف بدون اي شيء، مع العلم انه انا اقتربت جدا اصنع طلق الاكسبلوزيف يعني صرت بس يلا ما علي ما نحتاج، اوكي؟ انا معي سعر باب الان، احتاج 3 ساتشل ثانيين، خلصنا كذا الان، ياب خلصنا، تمام؟ كذا ممتاز مره. كذا صرنا جاهزين يا شباب 3 شايفين صنعت 2 اوكي شباب هنا راح نسبح بشكل سريع جدا راح نحط أداة الغطس هذه راح نلبس الرجلين وراح نشطح للاخير مباشره ليتس جو شوف السرعه شوف السرعه شباب شوف السرعه بال 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 يا سريع ما رجع صح لازم امشي بسرعه الان غرفه التاير 3 ما رجع هذا لسه اوكي نايس 1 هذه واحده 3 اوكي ليتس جو كفو كمل 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 مالك مالك خليه تنكسر عادي 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 نحصل على البيت ومو مشكله تاير 2 نايم هذا هو ديوتي هذا هو نايم هنا اللوت اللي كان هنا طار مع الاسف يب اللوت اللي كان هنا طار خلينا نشوف ايش هذاك اللوت طار يا شباب طار فاضي كان اوكي كان فاضي يعني اوكي كان فاضي ما كان في لوت. ايش رايكم اكسر هنا يا شباب؟ والله فكر اكسر هنا التي سي. هنا التي سي 100% هنا التي سي. يب هنا التي سي. واحد. اثنين. ثلاثة. هنا التي سي 100% هنا التي سي. ابلع يا بيض ابلع مات مات شباب مات. كسر بسرعة يا رب. يا رب التي سي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اكبر ليتس فوكين جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو الله اكبر ارجوك يب يب ليتس جو قفل حط الموارد حط الموارد الله اكبر مع السلامه هذا صار بيتي من الان خلينا نشوف ايش راح تسوي يا عزيزي بحط هذه هنا عشان احتياطا لا يطب علينا الاخ لما تعرف ممكن يرجع ما نعرف يا جماعه راح احط هنا سرير راح احط هنا باب راح اسوي كل الامور فاهمين يعني اذا رجع خلاص يمدي يدخل منها ما يمدي يسوي شيء مع السلامه يا حبيبي انت الان ميت انت في اعداد الموت انت مت اصلا بسم الله اوكي اوكي مو مش سيء يعني عادي 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 بالعاده الصندوق اللي بالاعلى هو يكون فيه معبى لوت يعني يا جماعه فراح اشوف تحت بالاول اوكي كروت وهذه الامور طبيعيه بس وين اللوت يا حبيبي اوه شيت وليش لوتو الاساسي مو هنا اصلا ليش؟ وين لوتو الاساسي شباب؟ والله ذا معبى اغراض واسلحه وامور شفناه يعني بالليل كان ريد والله ما ادري شباب والله اني ما ادري اوكي شباب اتوقع نحن الان مستعدين كامل الاستعداد لان ننطلق وسوف ننطلق ليتس جو خلينا ننطلق الان بوش يا مكالو بوش 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 يا حي بوش
اتوقع انه مام كالو انت وصلت الان، خلينا بس اوصل الى الارض. اوكي شباب انا الان وصلت تمام. حلو كثير. شوف مكتوب دي كي مكتوب. هذا جالس ينزل ولا لا؟ طب هو اصلا ما كان في اصلا هاي كواليتي، شلون كذا هذا البيت ضاين بدون هاي كواليتي؟ 3 4 6 7 8. هاي كذا لا ما بموت، حسبت نفسي رح اموت والله كذا ما رح اموت. لا ايزي ايزي. 9 يلا تكسر بالكامل يلا ليتس جو. ايه بموت 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 ولا تنسكب بسكب بموت بموت ورعت. اوه نايس والله. اخر واحدة شو اخر واحدة اخر واحدة ليتس جو اخر. كفو فتحنا. ايه في لوت في لوت فاضي بالله. وين اللوت؟ لا مدس من اللوت شكله والله. شكله مدس من اللوت يا جماعة والله. بديت اشك انه مو بديت اشك انا متأكد صرت. ابي يا جماعة الخير اشوف دعمكم على هذا المقطع باكبر زر لايك، لاني بالحلقة القادمة رح احاول اني ابدا بالمزرعة 100% يا جماعة. ما اعرف اذا هذا البيت صاحبه حرفيا ترك اللعبة ما يلعب، حط كل شيء برا وطلع. عندي يوم حافل بكره مع هذا البيت يا جماعة. يعطيكم الف عافية، مع السلامة. بكره بشوف الوضع. مع السلامة يا جماعة الخير.